أيضا جمع المذكر السالم قد يكون مسمى به، كما في عليين وعليون. عليون جمع علي. أو أنت مثلا تجي أنت تسمي شخص بزيدون، وهذا مسمى به ابن زيدون، شك ولا لا؟ وزيدون هذا جمع ولا مش جمع؟ جمع. كويس، هذا جمع سميت به، كيف يعرب؟ وهذه عليون جمع سميت به، أعلى الجنة. يعني أنك أنت الشخص سميته بش شخص مذكر سميته بكذا وكذا، أصبح علم أو مؤنث يعني. باهي، لما سميته بجمع المذكر السالم كيف يعرب؟ يعرب كما يعرب الاسم العادي. يا ترى تقول مثلا جاء زيدون في جميع الأحوال، جاء زيدون، جاء زيدون، جاء رأيت زيدون، مررت بزيدون، أو تقول جاء زيدون ورأيت زيدونا ومررت بزيدون، أو تعربه ممنوع من الصرف، أو تلزمه الواو، أو تلزمه الياء، كله هذه أوجه مذكورة، كل هذه الأوجه مذكورة. ولكن نقول أنت لما سميت بالواو والنون ولا بالياء والنون؟ لما سميت أصل التسمية كيف سميته؟ سميته زيدون ولا زيدين؟ واحد مثلا سماه زيدون والثاني سماه زيدين، واحد ألزم الواو وواحد يلزمه الياء، واحد يجرى كغسلين وواحد يجرى أيضا كعربون، مثلا عربون. هذه تقريب، اللي سماه بالياء خليه ملزم للياء في كل الأحوال، واللي سماه بالواو خليه ملزم بالواو في كل الأحوال، ولك أن تعربه إعراب جمع. وهذا هو المقصود بالباب هنا، في الباب هنا، أن تعربه إعراب جمع المذكر السالم. تقول لي ما هو المسمى مفرد لكن الاسم جمع، أرعيت للاسم ولا للمسمى في هذه الناحية؟ المرعى لمن، للاسم ولا للمسمى؟ هو الاسم مفرد، مثلا أنا شو اسمي زيدون، أنا مفرد ولكن الاسم جمع، ولذلك ألحقوه بإيش؟ بجمع المذكر السالم. وفي هذه الصورة اللي ذكرها الشيخ وذكرها العلماء أنه يعرب إعراب جمع المذكر السالم. معنى شنو؟ أن النون مفتوحة في الجميع، تقول جاء زيدون على أنه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، مش هذا جمع المذكر السالم ولا لا؟ ورأيت زيدين على أنه منصوب، ومررت، هذا الإعراب اللي بيكون لي ولا لا؟ وهذا المذكور هنا، المذكور هنا خلينا نلتزم به احنا، بيش ما خلطش عليكم التشويشة الأفكار الثانية. صار إذا جمع المذكر السالم إذا سمي به يعرب إعراب جمع المذكر السالم. تقول لي ما هو شرط أن يكون جمع اسم لجمع؟ نقول هنا مراعاة لللفظ للاسم لا